سؤال: ما هو مصير المعاقين ذهنيا في يوم الدينونة؟ فهم لا يعرفون شيء من ألوهية المسيح ولا أهمية الأسرار أو أسرارنا. ربنا يحاسب كل واحد حسب عقليته. فالشخص الذكي جدا هيحاسبه حسب عقليته في مدى فهمه وعمق فهمه للامور. الشخص المعظمين اللي مكانش يفهم حاجه يبقى مش مسؤول عن حاجه، لان العمل الذي يدان عليه الانسان هو العمل الذي يكون فيه عاقلا حرا مريدا. عاقل وحر ومريد يعني له اراده. فاذا ما كانش لا عاقل ولا حر ولا له اراده يبقى لا يحاسب على شيء.